الست دي كدابة. وريها لك. الواد اللذيذ. ارمي هنا يا محمد عاطف، ارمي ارمي فين؟ اكتبها بس كده. خلينا بقى تصورنا احنا ومحنا هنا، خليها هي بره الكادر يا جدعان بعد اذنكم. يلا ام ياسمين امشي بقى، عندنا شغل. ام ياسمين عندنا، تعالى رجعني. لا 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 لا، ده في دار الحكمه هناك مش هنا الكلام ده. ام ياسمين خلاص بره الكادر، خلاص من هنا وراح. يلا انت مش قلت ماشي؟ يلا, يلا مع السلامه. سلام يا ريس. يلا مع السلامه. يلا يلا ابو اشكالكو. ما انا ايه صغير اشكالكو كمان في نفس اللحظه. رد في صدره وقتلته. ولا الا طنط، انت فاهم ولا لا؟ طنط مين؟ طنط مين؟ ام ياسمين؟ ام ياسمين دي هي اللي مبوظه لنا الريتش في القناه. اسم الله على اللي رفعها. طب انا هشاهد نورين، تعالي شهدي كده. قولي ام ياسمين بوظت لنا الريتش في القناه. قولي. لا هو بيتفرج على ايدي. اوعى ولا ايد الوته ولا ايد الوته ولا هاني بيحطني بركه في الفيديو عشان بيطلع بركه. دلوقتي معرفش ما هو ما بقاش فيه الا البركه ولا في فيوهات ولا كومنتات. ما بقاش كمان غير شادي اللي يتكلم. صح، ما بقاش الا شادي اللي يتكلم فعلا. اطلع بره. بره بيتي. بره بيتي. الست دي امي. والام دي شجيانه طول عمرها. بقت قرفانه طول عمرها دلوقتي. بالله عليك يا ام ياسمين بلاش كلام بالايد معايا. يعني لو انت بتتكلمي كده خلي ايدك محطوطه على البتاع ده. ايوه بتكلمي بقى براحتك. قولي ما بدل احسن من محمود المليجي. تقول لي مش عارف محمود المليجي. افضلي انفخي لغايه لما يتنفخ علينا. وبعد كده انا بقى اروح جاي عامله ايه بدبوس. ام ياسمين بدبوس ما تنرفزنيش عشان انا بصي انا مجنون. انا لابسك ده كنينه. اوعى يا عم. لا بلاش ده بالذات. لا ولا ايه هم كلهم بالذات. لا لا ده تعبان. انت فاهم انت الكونتيسه بتاعت المكان ولا ايه؟ مش فاهم. في حمايه يلا. ايه في حماكي؟ في حمايه يلا يلا. انا البابا يلا. لا يلا. انا بسال بس. انا بسال. ايوه ايوه تمام كمل. انا البابا. فاهم ولا لا؟ ليه انت اللي بتقبضيني؟ البابا قاعد بيصور اهو. كله بالمحبة. لا كله بالبرادس. طالما ده اللي بيقبضني محدش ليه كلمة عليا. مادي حقير. اقسم بالله مادي حقير. عايز حاجة تاني؟ الشغلة دي كلها هاني السندريسي. انا اللي باجي. مفيش حد انا اللي باجي بعمل الزرع. بتيجي ايه؟ ده انا من الساعة 12 هنا وانت جاية الساعة 3. انا اللي باجي بعمل الزرع. وام ياسمين جاية الساعة 1 ونص. يوم في حياتك. انا اللي باجي بعمل الزرع. يوم في حياتك. زرع. زرع ايه؟ جناينية يعني. مش مهم، بس المهم ليا بصمتي. جناينية يعني. انا اللي باجي اسقي الزرع. ودي اللي بتاكل القطط والبيسس والحاجات دي. على الاقل لينا نفعه. اديني انت نفعتك. غير ان انت بتركب الفيسبا يا اما العربيه وتقعد تعاكس في البنات. لا ده وشاي رخيصه. اوعى حد يصدق الكلام ده. الناس اللي عارفاني كلها عارفه ان دي مش اخلاق شادي والله العظيم. ده اكتر من كده. ده اكتر من كده يا جماعه. ده اتفق اللي انت بتصلي. ده اتفق اللي عارف. استنى استنى استنى. عشره العمر ده انا عارفاه. عشره العمر ده انا عارفاه. ده انا عارفه اساسي. يا مصور ما... شوفي لي الفيديو ده بيقول لي دي مش مراتي. لا مراته. انا قلت لك كده. ده انت يا اعوذ بالله. لا مراتي. يا ستي انت بتصلي. عيب 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 لما تبقي ست كبيره وكدابه. هتروح النار حتى بسبب لسانك ده كده. طب خصمي يا ام ياسمين وما تتكلميش معايا الابد الابدين. خلاص بقى خلاص بقى. خصمي. ما تيجي يا رندا. انت مالك واقفه متفرجه ليه؟ انت شايفه اللي بيحصل ده صح؟ تعالي هنا. انا من الاخر كده حطوني على المسرح. اهو نفخت زياده. يعني ايه نفخت؟ مش فاهم. اتنفخت. اتنفخت. انا منفوخ فابريكا وانت عارفه. ده كرش. لا لا انا منفوخ. ده كرش. استغفر الله العظيم. بلاش عليا انا. وانت يا هاني هتنسفني ولا اخد تاكسي واروح؟ هو هينسفك. مش هينسفك. هينسفك. واضح ان انا مش مرغوب فيا يعني. لا منورين يا جماعه. محمد عنتر خلاص. واتمنى يعني ان محمد عنتر يكون راجل كفء مكاني. وانا بشكركم جدا. ايوه مع الف سلامه. انا عايز اقول لكم حاجه. الفضل ده كله يرجع لنفسي عشان انا اللي جبتكم هنا القناه. لله لله ثم هاني. بحبه قوي وهو بيكذب وبيصدق. فانا حابب اشكر نفسي على المجهود اللي انا عملته. عارفه الانا دي؟ جدا يعني عنده الانا دي فظيعه. انت اصلا ستي نرجسيه. يا دعاء انا دي باينه من الاول مش هتبان. اوه بتعتز بالنرجسيه. ده شغل فراعنه ده ولا ايه؟ دراسه شنين رع. ثواني ثواني. انا نرجسيه
لا ده هو ده كده تقدر تقف الوقفه وضع الطيران ده ولا وضع ايه؟ تقدر تبقى نرجسي كده؟ عودي يا هاميش عودي الى اخي تاتون. يا جدعان الشغل هنا صعب مع الناس دي. أيوة. اكلين شاربين نايمين قاعدين في تكييف احنا عايزينه بيجي لنا وفطار وبتاع ده احنا فطرنا 20 بيضه النهارده 20 بيضه يعني مقلي يا جماعه مش عايزه اقول لكم انا اكلت ايه امبارح عشان مش عايزه افضح نفسي. لا 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 انا جاي لكم بكرشي كده. لا ما زادش. لا 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 حزمي انت ما اكلتيش؟ لا والله ما اكلتيش من امبارح. يا بنتي الست دي كدابه. بقول لك كدابه بتكذب ولسه عايشه. عايز هي بقى بتدعي الفقر عشان نسند معاها وكده يعني نسند روح ولا هتلاقي فلمانكا ولا احلى فلامانكو الاحلى ام ياسمين في الدنيا يا والله العظيم. اللي انت تامري بيه اقسم بالله كل يوم بيجيب لي فلامانكو ما اكلهم مشربهم هو اللي مأكلنا هو اللي شغال على هو اللي مدلعنا. ايوه ده عامل شجره برتقال والله فعلا برتقاليه دي برتقاليه وزبده. يا جماعه والله العظيم عندنا برتقال وبيعمل اكل زي الفل مش قادر امسك أوي نفسي قوي منتهى الشغفيه منتهى كان لسه في فيديو كان عامل لها شويه عظم ورز كده. يا بنت ده كان الاول بيودينا مربوحه يودينا الشنوسي يودينا مش عارف فين ده قبل ما انت ما تيجي مين ده انت جيتي وقعتي الريتش ما الراجل ما بقاش يدخل له فلوس. ده انتوا ما جيتوا ما رحنا ده الراجل ده اكتر واحد مظلوم فينا. قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ انتوا مين؟ انتوا ده انتوا مين؟ ده وبعدين هي مربوحه معانا هي مربوحه بالنسبه لك دي حاجه كبيره احسن من هنا احسن من هنا وهنا حد طايلها. لا هنا ما بناكلوش هناك بناكله. بص يا اختي انا هقول لك كلمتين حطيهم حلقه في ودنك كده تمام. الكلمه الشام هاني اسمها بلح الشام. الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول لا الشام اسمها هاني كرم الشام كرم جدع بنت كرم الشام ماله كرم الشام انا هقول لك كلمتين حطيهم حلقه في ودنك. ما بطل يجيب الحاجات دي شكلها عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ ما هو الناس بقت تشوفك في الفيديوهات تفشت من الصفحه تفشت. اكبر كذاب. لا مفيش الكلام ده. هاتيلي كومنت ما قالش عليك ان انت ست شريره وجحده. طب ما ده يبقى انا وصلت. يبقى هي كده معناها ان هي ثبتت وجودها يا ابني. بالله عليكم ده معقوله فعلا؟ اه امشي في السوق اللي عارفاني بيقول المفتريه جحده. ايوه طب فرحانه بالافتراء؟ المفتريه انت فرحانه بالضرب. خلي بالك هي الدنيا كلها اوضه وصاله يعني وحسابك في الاخر هيكون عسير مش هقول لك اكتر من كده. ايوه بص لما ام ياسمين بتقلش هي لا خليكي بقى جحده زي ما انت جحده. انا عايزه نفسي اطلع فيديو هاني عايزه اطلع فيديو احجد عليه اطلع كل اللي جوايا. طب ما انت ايه رايك تعمل دلوقتي فيديو عليهم هما الاثنين هما الثلاثه؟ بدل ايوه انا عايزه يعني خليها خلي يا رنطة اختها بنتها ياسمين تضرب شادي. ما انا بقول نعم خلي رنطة ده انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. يا عم هاني يا عم هنا خام وياسمين ضربنا انا ازاي يا عم رايز بس فاهم لا عليك فاهمني بس ازاي هي يعني. اصلا موجوده في البطاقه ذكر اه معقوله هو بيتاكد مش افتكر هو انا انت مش شفت بطاقتي يا عم هاني وانت بتعملي فيش لا ما فيهاش هو قال لنا ما هو اللي قال لنا ما فيهاش ذكر في البطاقه وانت قلت لهم ان انا ما فيش ذكر اسمه مكتوب على طول يعني انت شايف كده يعني انت عايز تطلعني مهزق الفيديو يعني هاني لا والله ايه بس يعني ما انت لو جايبني تهزقني النهارده كنت قلت لي ما اجيش يعني مين اللي يهزقك اهو مين اللي يقدر يهزقك الست اللي اسمها ام ياسمين انا جيت جنبك عيب نقول لها طنط نقول لها اه عيب ده لو كنت اتجوزت بدري كنت جبت قد ايه كل ده يقول لي يا طنط طب مش احسن من حد تاني ما يقول لك يا طنط ده كتير بيقول بص يا ماما بص يا ماما انا في مقام اخوك الكبير برضو عيب ايدك بس كده بعد اذنك بلاش فيزيكال تاتش اوعي بس بعد اذنك انا في مقام اخوك الكبير لازم تحترميني ايوه حاضر يا بيه احترم تحترم حاضر يا بيه تمام وبعد كده اجي الاقيكي حاطه القهوه بتاعتي وجنبها الكوكيز اللي انا بحبها كوكيز مين كوكيز ده هو انت بيتعملك كده في البيت ولا بيتقالك روح افطر بره لا بيتعمل لي كده في البيت بس لا بس لا كذاب بس لا بقى اتعامل مع حد ما يعرفكش بس كذاب كفايه يا شادي هات لي كوبايه لبن من الثلاجه يا شادي ايه مفيش حد فينا بيشرب لبن مين هي اسمها دي مراتي يا نهار اسود يا هاني هاني الناس دي عايزه تخرب لي بيتي الكلام ده ما حصلش يا هاني بالله عليك بالله عليك يا هاني لم دوس دي برياج ابوس ايدك
بتقولكش يا شادي هات الكوبايه اللبن. يا شادي لا بتقولي يا روحي. يا روحي هات لي يا روحي. انا عايزه يا روحي اجيب لها اقول لها خدي يا قلبي اللي انت عايزاه. على فكره احنا يمننا جامد قوي بس قدام الصنف النعمه بيقدرش. ما عارف الراجل مش بس بقوته الراجل برعايته وبيته واسرته. لا غيروها بقت بمطره وعفشته دلوقتي.